لك سؤال وجاوبني من غير ما تقول اسماء. حلو. هل شعر الجهاز الفني للمنتخب الوطني ان هناك بعض اللاعبين خذلوه في الاختيارات الاولى في المعسكر الاولاني بقى النتائج؟ لا 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 خالص. لم يشعر خالص خالص، لم يخذلنا اي لاعب في منتخب مصر، لان كل اختياراتنا احنا نثق فيها، سواء اللي كانوا معانا المعسكر اللي فات او اي حد هينضم. طب ليه قعدت الحسابات مره اخرى في الاختيارات؟ عشان انا كلمتك وقلت لك ان حصل كمان، يعني انا كنت لسه بحكي لك. ايوه. طب انت دلوقتي كابتن حسام كان مختار كام يا ابراهيم؟ كام لعيب المعسكر اللي فات؟ كان مختار 32 لعيب تهاجم الدنيا كلها. ايوه. هتمرنهم ازاي و32 وازاي وبتاع وش إيه إيه. كابتن حسام كان حاطط في دماغه ان احنا عندنا مباراه وديه مع ليبيريا. هنلعب مع ليبيريا وبعد كده هنشوف بقى الماتشين بتوعنا كينيا وجزر القمر. فعامل حسابات معينه ان ممكن حد يقع، حد يتصاب، حد وما ذلك. قال لك 32 كتير. طيب محمد صلاح ما كملش، حمدي فتحي جه عمل ماتشين ودي في، يعني كسبك الماتشين اولا، بس سيبك حتى ان هو جاب جون هنا وجون هنا، ولكن كان يعني حط رجله وكان هيعتمد عليه فعلا الفتره الجايه، كان هيبقى له دور كبير مع منتخب مصر. ان شاء الله ربنا يرجعه بالف سلامه. احمد جمعه ليله سفر جزر القمر ركبته بره السفريه، وكانت البدايه مع كوكا. يبقى انت كده عندك كام لعيب؟ اربعه. ايوه. مصابين. ايوه. وبعد كده ايه؟ سبعه. بتوع بيراميدز ما جوش، موقف بيراميدز اللي احنا كان كابتن حسام لازم ياخد فيه قرار، مع ان احنا بقول لك احنا لينا احترام للناس كلها، وقلت لك استاذ سالم الشامس ومن قبله طبعا المستشار تركي الشيخ، لان هو اللي عمل لنا حاجه حلوه، عمل لنا بيراميدز اللي موجود قبل كده واللي موجود دلوقتي، عملوا لنا كيان جميل بقى بيتم اختيار منتخب مصر سبع لعيبه وثمان لعيبه منه، ويطلع لعيبه كويسه وينافس على دوري وينافس على افريقيا، فاكيد كل الشكر ليهم وكل الاحترام ليهم، ولكن كان يجب ان احنا ناخد قرار. ليه؟ لانك انت دلوقتي النهارده ابراهيم لو ما خدتش قرار ممكن بعد كده ما تعمل معسكر اللي جاي مثلا، واحد يجي يقول لك في اي وقت. انا مبسوط بيك جدا. عارف ليه مبسوط بيك؟ لا انا هقول لك بس نقطه اخيره، انا كنت بره الاجنده الدوليه. انا لما جمعت خمسه كانت الاجنده الدوليه بتاعتي 11. ماشي. هو من حقه ان هو يقول، طبعا هو يقول لك حاجه، هبعت اللعيبه 11 من حقه، ولكن انا منتخب مصر اما اقول خمسه خلاص يبقى خمسه. صحيح. الاهلي بقول لك بعت لي لعيبته من الامارات، الزمالك يعني كيانين كبار جدا في مصر، الاهلي والزمالك بعته، وانا هاخد بالك انا ساعتها حاولت ان انا احل المشكله ليلتها، يعني انا ليلتها حاولت احل المشكله. صحيح. وعملت تليفون مع ممدوح عيد، وده اخ يعني ممدوح عيد ده كمان اخ، عشان خد بالك يعني انا صعب عليا الموقف، محمود الدنيا برضو زادت معاه، محمود اخ وانا علاقتي بيه من زمان قوي. ممدوح. يعني ممدوح علاقتي بيه من زمان، قعدت اتكلم معاه مكالمه طويله بحاول ان انا يعني ايه ارجعه، يعني الدنيا مش مستاهله، احنا عندنا ماتش معسكر المنتخب، يا ريت اللعيبه تيجي، احنا مش عايزين يحصل كلام هيحصل فيها كلام كتير. طيب الموضوع ده مش هيكرر تاني خلاص اعتقد في تعاون. لا 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 خالص خالص، بقول لك احنا بنحترم الناس كلها، لان لحد دلوقتي في ناس بتسال يقول لك انت انتوا هتختاروا الناس من هتختاروا؟ هنختار طبعا هتختار. هنختار طبعا. طيب اكمل الجزئيه، بقول لك ان انا مبسوط بيك جدا، مبسوط لانه انا ملاحظ انه انت مركز جدا في التفاصيل، مركز جدا في كل حاجه، في كل اللعيبه، في طريقه كلامك، انت راسم كويس السيناريوهات اللي بتتعامل بيها مع الانديه، لانه رسائل ظهورك في الاعلام ده مهم جدا. ومهم انك تظهر بالشكل اللي يكون موصل الرساله للناس. بس برضو اللي عايز اوصله ابراهيم ان ما ينفعش نظهر على طول برضو. ليه؟ يعني الناس لا تاخدها كده ولا تاخدها كده، لان انا اتكلمت في النقطه ديت، بتبقى الناس طبعا من حقها تعرف كل حاجه، من حقها تعرف المعلومات، ومن حقها ومن حق، بس احنا برضو بيجي وقت يا ابراهيم من حقنا مثلا نقفل على نفسنا شويه. يعني بص انا طلعت من 10 ايام مثلا، وكان اول مره اطلع من ساعه ما بقيت مدير منتخب مصر، دي تاني مره اطلع اهو معاك. الاسبوع اللي فات او الثلاث ايام اللي فاتوا عملت مداخلتين مع بعض، فخلاص بلم على الاقل الفتره دي، ممكن يكون ما عنديش جديد بقى الفتره